تحية مجددة لكم مشاهدينا، نستكمل دائما بقية فقرات غرفة الأخبار. وفي إطار تحسين الخدمات الصحية بمستشفى محمد بوضياف بولاية ورقلة، تتم في هذه الأيام إجراء أكبر عملية تكوينية لفائدة الأطباء العامين، والتي يتم من خلالها التعريف والإطلاع على كيفية استعمال جهاز الإيكوغرافي. العملية التكوينية هدفها تقليص مدة انتظار المريض بمصلحة الاستعجالات، إضافة إلى الدقة في التشخيص والتكفل الأمثل بالمريض. وللحديث أكثر عن هذه الدورة مشاهدينا، نسعد بالتواصل عبر سكايب بالدكتور محمد إسلام صوالحي، طبيب مختص في التخدير والإنعاش بمستشفى محمد بوضياف بولاية ورقلة. صباح الخير دكتور صوالحي. صباح الخير أخت نزيهة، مشكورين على الدعوة والاستضافة. وكل الشكر لك أنت أيضا على تلبيتها. إذا دكتور صوالحي، مستشفى محمد بوضياف بولاية ورقلة ينظم أكبر دورة تكوينية لفائدة الأطباء العامين، يهدف من خلالها من تحسين الخدمات للمرضى، يعني ما السياق العام الذي أتت فيه هذه الدورة؟ يعني حدثنا أكثر وأكثر تفاصيل بخصوصها. السياق العام لهذا الدورة التكوينية هو أنه المستشفى خلال السنوات الأخيرة يعرف قفزة نوعية من خلال التجهيز والتكوين وصدر أطر إدارية شابة، وصدر تريد أن تصنع الفارق. دونك كانت فيه لي زاسيز تاع لا سونتي في وزاره الصحه، وتكلموا كثير على تكوين العامل البشري. وتكوين العامل البشري عنده اطار في المستشفيات، كل المستشفيات سواء المستشفيات الجامعيه او المستشفيات الصحه العموميه كما مستشفى محمد بوضياف ورقله، عندها اطار هذا تاع التكوين الطبي المستمر. دونك كان فيه تشكيل لجنه متعددة، يعني فيها الكثير من الاختصاصيين، استشفائيين جامعيين والبعض آخر اختصاصيين الصحة العمومية. اللجنة هذه تقوم بالتسطير برنامج تكوين طبي مستمر. ومن بين التكوينات اللي قدمناها في السنة هذه التكوين حول الموجات الصوتية اللي هو الإيكوغرافي، والمعروف عند العامية بالراديو تاع التلفزيون. نعم، يعني وربما ما هو التركيز، لماذا التركيز على هذا النوع من التكوين خاصة بالنسبة للأطباء العامين وفي ولايات الجنوب؟ لأنه ربما عندما نتحدث عن ولايات الجنوب نتحدث عن منظومة صحية ربما متدهورة، ونظرا لما تقدمونه أنتم اليوم كأطباء كفء، يعني تقدمون مثل هذه الدورات، يعني هو العمل على رفع مستوى المنظومة الصحية في مثل هذه الولايات، يعني لماذا التركيز ربما على جهاز الموجات الصوتية؟ اولا نحن في المناطق الداخليه، دونك الداخليه، ونقولوا اكثر انه نحن في المناطق الجنوبيه. المناطق الجنوبيه تعرفوا انه في بعض الاحيان لا تتوفر على كل الاختصاصات، وفيها تذبذب في الاختصاصات. يعني كاين هذا اسمه لو سيرفيس سيفيل، تسمى يجونا اطباء مثلا اطباء القلب ولا اطباء الاشعه، ولكن ليس بصفه دائمه. في بعض الاحيان لا كوفرتور تكون ما فيهاش هذا النوع من الاختصاصات. حنايا هذا التكوين اللي درناه في مستشفى ورقله يخص الأطباء العامين اللي في مصلحة الاستعجالات، يخص ثانيك بعض الاختصاصات الأخرى. دونك الأطباء العامين في الاستعجالات، ويخص ثانيك مثلا أطباء التخدير والإنعاش، أطباء الأمراض الصدرية، لي بيدياتر تسمى أطباء الأطفال. دونك كل الاختصاصات هذه من حقها أنه تستعمل هذا الجهاز لكي تسهل التشخيص، يعني خاصة أنه الجهاز يكون متوفر مباشرة على فراش المريض، ثم عكس الجهاز السكانر أو جهاز الإيرام الذي يتطلب أن المريض يتنقل به. في بعض الأحيان تكون مستشفيات غير مجهزة بالجهاز السكانر هذا اللي يكون باهظ الثمن. دونك كثير من الحالات الطبية جهاز الإيكوغرافي يكون كافي لتشخيص المرض، يعني دون الوصول إلى أمور تشخيصية أخرى.
نعم، وفي رأيك بتوفير هذا الجهاز بمستشفى محمد بوضياف بورقلة، يعني هل هذا سيقلل من عناء تنقل وتعب العائلات التي تعاني من بعض الأمراض التي تتطلب ربما المعاينة بهذا الجهاز؟ أولا لازم المواطن يعرف أنه الأجهزة الإيكوغرافية متوفرة في كل مستشفيات الوطن، ولكنها متوفرة خصوصا في مصالح الأشعة وفي مصالح القلب وفي مصالح الطب الداخلي. هذا على ما جرت عليه العادة. الأمور اللي تطورت في السنوات القليلة الماضية أنه الجهاز الإيكوغرافي هذا أصبح يستعمل من طرف العديد من المختصين، وبما انه اصبح من بين اهم الاختصاصات اللي تسمى على ادوبتي هذا الجهاز الايكوغرافيا هي تخصص الاستعجالات، تخصص التخدير والانعاش. علاش الاستعجالات؟ لانه لما المريض يكون في حاله غير مستقره لا يمكن نقله من مصلحه الى مصلحه، لا يمكن نقله من مستشفى الى مستشفى. في بعض الحالات التوفر المباشر لطبيب الاشعه يكون عند دو فاكاسيون باغ اكزومبل تاع يكون يخدم في سكانر ولا يكون يخدم في اليرام، ما يقدرش يتنقل لنا الى مصلحه الاستعجالات. دونك هنايا لسد هذا العجز في التشخيص، وخاصه الحالات التي لا يمكن ان تنتظر، تستدير في بضع دقائق يقدر يكون تضاعفت حالتها الصحيه وقد يكون الوفاه. دونك هنايا حنايا الاطباء هذوما مانيش راح نصنع منهم دي راديولوج ولا دي كارديولوج، بصح راح نعطي لهم كيفيه تشخيص اهم الامراض الاستعجاليه التي قد تؤدي مباشره الى الوفاه. دونك لا في 10 ايام الاخت نزيهه لا يمكن ان نكون طبيب مختص، ولكن نكونه في بعض الحالات الخاصه التي قد تؤدي مباشره الى الوفاه، يدير لها التشخيص المناسب ويخلينا الجهاز الايكوغرافي يخلينا مام انه نقوم بالعلاج. على سبيل المثال لما يكون المريض عنده الماء في الرئه تاعو بما يدعى ليبونشمون بلورال، ولا الماء يحيط بالقلب تاعو بما يدعى ليبونشمون بيريكارديك، ولا عنده الماء في البطن تاعو اللي يسموها لاسيت، ليكوغرافي في الدقيقه حتى درنا لو دياغنوستيك درنا التشخيص، وعن طريقها راح يكون تحديد الموضع وين راح يدير الابره تاع الطبيب، يدير الابره تاعو وينحي هذاك الماء واللي تخلي تنقذ ارواح. دونك هذا ما يسمى بالليكوغرافي اولي دو مالاد في مصالح الاستعجالات، تصبح الان واجب في كل مصالح الاستعجالات الطبيه الجراحيه. وكاين تكوينات في المجال الخاص، كاين العديد من المدارس راهي تقدم هذه التكوينات، ولا احنا لو سوي تاعنا سما نطمح انه يكون تكوينات جامعيه افيك دي زاتيستاسيون ولا دي ديبلوم اللي تخلي لو نيفو تاع لو ميديسان جينيراليست يكون معترف به على المستوى الوطني. نعم، وبالاشاره الى هذه النقطه يعني وهي التكوينات الجامعيه دكتور صوالح، يعني هل في هناك ربما بعض الاتفاقيات بينكم وبين جامعة أو كلية الطب بولاية ورقلة دائما من أجل دورات تكوينية أخرى تكون مكثفة سواء لفائدة الطلبة أو لفائدة الأطباء بمختلف مستشفيات الولاية؟ حنايا على مستوى ولاية ورقلة كنا سباقين يعني في إطلاق هذه الفكرة، وكانت فيه سما عمل مباشر مع كلية الطب وهذا الأطباء التخصص الاختصاصيين، والفريق المكون كان فيه بروفيسور في التخدير والانعاش اللي هو بروفيسور يعيش عاشور مصلحه مستشفى نفيسة حمود في الجزائر العاصمه اللي شارك معنا شخصيا احييه بالمناسبه، كانت مشاركه الدكتوره بنقفة نور من مستشفى الجامعي بالبوليده اللي مختصه في الايكوغرافيا، هي طبيبه قلب ومختصه في الايكوغرافيا. دونك الطاقم الطبي اللي كان يحرص على هذا التكوين يعني كان كف وكان سما مجمعينه من التراب الوطني. هذا ما خلى جامعه ورقلة وعلى راسها السيد عميد الكليه بروفيسور بوعزيز يعني استقبل الفكره ودرنا ان اكومبانيومون، يعني كل الوسائل كانت متوفره سواء من طرف الجامعه او من طرف المستشفى لانجاح هذه الدوره التكوينيه. نعم، وهل سيتم توسعة هذه الدورة دكتور صوالحي إلى ولايات أخرى من الوطن دائما بهدف النهوض بالمنظومة الصحية ويكون في هناك يعني سرعة في الدقة ودقة في التشخيص؟
هذا ما نأمل إليه. يعني خلال المؤتمر الوطني لتخدير الإنعاش كانت لي محادثات مع بروفيسورات من المستشفيات الجزائرية، وطلبت منهم أنه يرافقونا باسكو لأنهم هم عندهم لورون ماجسترال، ثم هما تابعين للجامعة كبروفيسورات مختصين في تخدير الإنعاش. دونك طلبت منهم أنه نجسدوا نفس المشروع في عديد من الجامعات والكليات. كانت موافقة أولية، الأمور في قيد الدراسة. نعم، وماذا عن الكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج دكتور صوالح؟ يعني كيف يتم استغلالها وإشراكها في مثل هذه الدورات التكوينية لفائدة الأطباء؟ حنايا في مستشفى ورقلة خلاص جرت العادة أنه نشرك الكفاءات الطبية في مختلف مستشفيات العالم، نشركها في كل التكوينات. كما لاحظتي، كما كنت تشوفوا في الصورة، لاصال اللي عندنا تاع التكوين المستمر مجهزة بأحدث الوسائل، وهذا نشكر الإدارة على هذا الشيء، أنهم مجهزتها بتقنيات الفيديو كونفرنس وبالفيبر أوبتيك. يعني لا كاليتي تاع لا كوميونيكاسيون حتكون من دون أي انقطاع. ونحكيو على الجانب البشري، هاد الناس راهم جزائريين ومتعطشين لمساعدة الكفاءات الجزائرية وتبادل الخبرات. وما يكونش الرفض، يعني أوجه رسالة إلى كل الأطباء في كل ميادين أخرى، اتصلوا بالجزائريين وستجدون ردا إيجابيا إن شاء الله. نعم، وبحديثك عن ربما ميادين أخرى أو مجالات أخرى، يعني وبالدورة التكوينية التي قمتم بتقديمها خلال هذه الأيام فقط بمستشفى محمد بوضياف بورقلة والمتعلقة بالإيكوغرافي وتكوين الأطباء في هذا الجهاز، يعني هل سيتم إقامة دورات أخرى يعني على مستوى ربما تخصصات أخرى دائما في مجال الطب بمستشفى؟ اكيد حنايا قلت لك مسطرين برنامج تاع التكوين الطبي المستمر. دونك احنا على حساب لي سيزون. مثلا دونك نحن على ابواب لا سيزون استيفال، وراح يكون فيها العديد من المرضى اللي يكون عندهم التسمم العقربي، اللي هي احنا في ورقله العقرب تاع ورقله سما السم تاعها اكثر السموم سما فتكا بالانسان في العالم. دونك عندنا للاسف الشديد عندنا نسجل بعض الوفيات في كل سنه. دونك احنا نبدا في مشروع التوعيه التكوين والتاطير في مجال التسمم العقربي، حيكون فيه دوره تكوينيه. حتى انه المستشفى وركله ومنطقه وركله راهي كما يقولوا ان بول ديكسيلونس، دونك راهي اصبحت منطقه كما يقولوا ريفيرونت في مجال التسمم العقربي، وهذا بفضل الدكتور دالما كيلاني اللي منذ 30 سنه يعمل على هذا الموضوع. دونك حنا كي التحقنا بهذا المستشفى لقينا ديجا خبره كبيره في هذا المجال. دونك ولينا يديرونا دي زانفيتاسيون في الولايات المجاوره، على سبيل المثال في 9 جوان راح نكونوا ان شاء الله في ولايه الواد، راح نتحدثوا على لا بريزون شارج تاع التسمم العقربي، وراح نديروا ان اتولي ثاني تاع ليكوغرافي اللي تنطبق على التسمم العقربي. دونك الامور راهي تتحرك ويتحرك بوتيره متسارعه. الشكر والفضل الى الاطقم الطبيه والاداريه اللي تسهر على هذا الشيء. نعم، وبإشارتك إلى موضوع التسمم العقربي ونحن على مقربة من افتتاح موسم الاصطياف دكتور صوالحي، ربما عندما نتحدث عن هذا المشكل يعني دائما ما يرتبط أو ترتبط معاينة هذا السم بمعهد باستور، لأنه في هناك العديد من الولايات كانت قد قدمت العديد من الشكاوى يعني مع كل مناسبة يعني ومع كل يعني هذا المشكل. يعني هل اليوم نفهم من خلال كلامك أنه مستشفى محمد بوضياف بورقلة هو جاهز لمعاينة هذه التسممات التي يعاني منها بعض الأشخاص خلال الصائفة؟ أنا مانيش خبير في مستشفى باستور، ولكن نحن على اتصال. أؤكد أن هذا المثل أو ما يسمى بليمينوثيرابي أنتي سكوربيونيك متوفر في كامل المستشفيات الجنوب، متوفر في لي زو بي اس بي، يعني مام المصحات الجوارية. حنايا في ورقلة لم نسجل أي حالة صديق جاتنا عن طريق مصحة جوارية وما كانش تلقات المثل. سما هذا سما عمليين، حنا رانا في الميدان. مثلا ولايات اخرى ما عنديش فكره، مي اؤكد ان ولايه ورقلات
تحتوي على المثل في كل مصحات العلاج. ونوجه الميساج للمواطنين لازم يتوجهوا مباشرة إلى أقرب مصحة لتلقي العلاج الوحيد للتسمم العقربي، واللي هو المثل اللي نقولها بفخر المصنع في باستور ومصنع جزائري. نعم، وفي الأخير دكتور صوالحي، ما هي رسالتك الموجهة للأطباء سواء أن كانوا يعني داخل الوطن أو خارجه؟ رسالة إلى الأطباء، عملوا عن طريق ما تعملوش وحدكم، عملوا اون ايكيب، لا ميديسين سي ترافاي ديكيب. دونك التكوين لازم احنا نديروا المبادرات، ما نستناوش حاجه تجينا. دونك اي انسان، اي طبيب مختص في اي مصلحه استشفائيه يقدر يتصل بالاداره ويدير تكوين طبي مستمر، ويقدر يشوف اي طبيب جزائري في اي مكان في العالم ويبعث له ايميل ولا يبعث له ميساج، راح يكون رد ايجابي ويشاركوا في التكوين، وراح الناس كاع هو يستفاد والناس تستفاد. نعم، إذن نشكرك كل الشكر الدكتور محمد إسلام صوالحي، طبيب مختص مشكرين. في التخدير والإنعاش بمستشفى محمد بوضياف بورقلة، ونتمنى لكم المزيد من النجاحات والتوفيقات في ميدانكم إن شاء الله. إذا مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، وغرفة الأخبار لازالت متواصلة بعد الفاصل.